السلام عليكم، كيف الأخبار؟ تمام؟ تري كيف الليلة اليوم ده؟ بالمناسبة كده زي حنوة بيجاي، كيف أخبارك؟ تمام؟ قضيت اليوم ده كيف؟ يا أخي أنا أولى على التلفزيون ده في شنو؟ دي مسلسل مهند ونور، أسكت مهند ونور شنو؟ أحكي لك عن تفاصيله. ما بعدين بعدين يا بنت الناس، أنا ما عرستك عشان مهند ونور، في تفاصيل في البيت ده أنا أعرف الحاصل شنو؟ بعد المسلسل كل شيء، بعد المسلسل كل شيء ملحوظ. يا اخي انتوا القاعد مهند، القايم مهند، الشافع مهند، المرأة الكبيرة مهند، الجيران مهند، مهند منو يا؟ اها اقعدي فوق مهند، ان شاء الله يجيب لك اكل. اسمع ناس هي قاعدة وين؟ ده المسلسل لسه بتجي. يعني لا دي قصة غريبة خلاص. يعني هسه بس دي كلها اشكالياتها في الدنيا يعني؟ اشكالياتها بس مسلسل. لا يعني حاجة غريبة، يعني ابقى زي مهند وابقى زي ده شو ده؟ يا عزة بنت ذاتي ما اعرف، والله انا بامكاني بحضر المسلسل ده كان ابقى مخرج. يا اخوي سايسة سايسة حاجة؟ سايستها ما سايسة، ما خليت لي سياسة ما عملتها لي. لا شوف اسمعني، هي المسلسل ده انت احضره معاه، احضر المسلسل معاه مرة واحدة ان شاء الله. كويس؟ شوف مهند ذاته بيتعامل مع نور كيف؟ بيعمل شنو؟ بيقول شنو؟ بيسوي شنو؟ يا اخي ما دي مرتك في النهاية. جدا. عشان تريح بالك. انت مالك تزيج نفسك؟ يا اخي انا كل ما اجي بس مقابلة التلفزيون. قابله. هسه اقول لك انا فكرتي لك بس الليله احضر مسلسل. احضر مسلسل؟ انا احضر مسلسل مهند؟ يا اخي بس عشان نفسك عشان راحتك دي يا اخي، احضر المسلسل واقعد شوف الزول ده بيسوي شنو. يا اخي ما بالغت يا اخي. يا اخي بعدين الرومانسيه مهمه. احنا اسمعنا بحبنا الرومانسيه. اتفرج فوق. يعني زي شنو يعني؟ ها؟ اتفرج اتصرف شوف مهند ذاته بيسوي شنو. قد يا اخي جيب لي مويه. مويه زرقاء دي؟ هاي؟ مهند بيجيب المويه؟ بيجيبها. انا بجيب المويه راكده في البلد دي. بس. سايسة والله قال لك مويه تقول زق لي قمح مويه جد بس والله سايسة وصم بالله تريح رقبتك يا زلمه ما عندك مشكله والله كثر خيرك يا اخي الله يقيك معاي ويفرق علي انا مقبوط وزهجان وقافله معاي وما مستقر اجتماعيا كل ما اجي المسلسل 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 انت الليله احضر مع المسلسل بجد مسلسل جميل ومسلسل رائع، وزاد في الزمن ده الحيز دي مع شراكة في الحاجات، يعني ناس تكون مشتركين في حاجاتهم يعني. عشان كده أنا كيفت جدا جدا. يا سلام يا أخي لك الله، شفت مهند ده كيف؟ شخصية مبالغ، شفت رومانسي كيف؟ أيوة يا الله. الزمن ده في زول زي مهند؟ كيف ما في راقدين والله؟ والله ما في زمننا ده؟ عليه الطلاق، عليه الطلاق، والله ما في عليه الطلاق. عمل لك شاي؟ بس هي وين؟ هي وين؟ اسعاني زي وين؟ ولعان الورم ده. انا اغسل في العده، انا اما اغسل في الهدوم، انا اعمل في الشاي، عان العان عاني في خده. ده كله من مهند، مهند ده جانا من هنا لا ما عارف. ايوه بس هي قالت لك يا مهند ونور يا انا مش كده؟ ها؟ يا زول انا اقول لك حاجه؟ ها؟ دايرك تقول لي يا منو شاي؟ شاي بيعمل شاي منو؟ انت ده؟ أنا تاني لا بعمل شاي ولا بعمل ملاح ولا بغسل هدوم. ليه؟ مشكلة شنو؟ كده بس. ما في حاجة اسمها كده بس. السبب شنو؟ عارف السبب. السبب القشارة القاعدة فوق ده. سيامي مهند ماله؟ مهند شنو مهند؟ دار تصل لشنو انت عارف؟ درس لمهند يعني في البيت ده. المعنى.
المعنى واضح يا مهند. يعني احنا في البيت شنو اي حاجه محمد مهند دارين ناكل مهند ماشي شغل مهند دار افتح الباب مهند كل مره يا اختي استمرتي هنا قاعده هنا كيبل المسلسل دي حتنتهي امتى هنا عشان تفضي لنا نتعامل معاك باسلوب. خلصت مسلسلك انا داير احضر. دار تصل لشنو انت؟ انا داير اصل لشنو؟ انت عاجب مهند ده؟ اي انت كان عاجب مهند ده؟ انا بقول لك الحاج متولي سيامير يا راجل انت زعلتها؟